انا اعترض من احنا نحمل المسؤوليه للقوى الشيعيه، والقوى الشيعيه ما اخذت فرصتها. انت اول رئيس شيعي عز الدين كتلو، اقوى شخصياتنا الدينيه تم استهدافه. اول ما تحركت القوى الاسلاميه بدت علينا حرب المقاومه وحرب الاباده، نسيتها عند شبابنا راحت، فكل مشاريعنا استهلكت بهذه القضيه. ثم تم استهدافنا بشكل ثاني من خلال قضايا الثقافيه وغيرها وغيرها، وبدت القنصليات تشتغل علينا. الاكثر من ذلك اليوم هنالك مساحه اخذت عنوه من عندنا، مثلا المساحه الكرديه ما تنطي لبغداد شيء وتفرض على بغداد اشياء كثيره. القوى السنيه دخلت بعدد كبير من المعادلات وهم قاعده ام الولد وتعالوا انطي بكيسهم، وبالتالي انت ما لك ثلث. القضيه انه اليوم القضيه الديمقراطيه في العراق قضيه توافقيه، ثلث شيعه ثلث سنه ثلث كردي ياكلون بهذه المعادله. لو نحمل الجميع المسؤوليه وعلى العين وعلى الراس، اكو اخفاق كنا ما قابلين بهذا المستوى، لا العراق لا طموحه ولا امواله ولا خيرات. زين سيد عباس، احنا لازم نغير هاي المعادله. احسنت. هو لكن انا ليش رفعنا مشروع الاصلاح؟ احنا ما نريد هذا. لا انا مقتنع طبعا، احنا ما نريد ما نرغب به. انا ما مقتنع. قول لي ليش ما مقتنع حبيبي؟ لا لا حبيبي، العفو والبصره حكمتوها وحدكم. الشيعة من قال حكم واحد؟ لا من قال حكم؟ لا استاذ، تعال قسم مجلس المحافظه والاحزاب كلها احزاب شيعيه، وعندكم ميزانيات. انطيني قريه شيعيه استفادت من هذا الحكم الشيعي. قريه وياك يا عزيزي، وياك يا عزيزي، وياك يا عزيزي. انت تحدثت عن بدايه شروع بهذا الموضوع، وكان العراق تحت البند السابع الى حد 2017. هذا الموضوع لحد 2012 انت الخروج الولايات المتحده الامريكيه، المقاول الامريكي هو ينطي للمقاولين العراقيين هذه المشاريع اللي كانت. طلعوا الامريكان هذا صار عندنا مباشره. دخلنا في 2012 الى 2014 لا عندنا استهداف سفارات لحد 9/6/2004، ولا بعد لحد داعش ان شاء الله ما عندنا استهداف سفارات سنتين، الامريكان ما حد محاكيهم، ولا عندنا مشاكل. ذهبنا الى ذهب المالكي الى مشروع البنى التحتيه رفضتها القوى السياسيه. تعرف ليش؟ هذه تقاطعات سياسيه. مو تعرف ليش؟ هذه تقاطعات سياسيه. بال 2014 ليش يروح للبنى التحتيه؟ بال 2014 و13 كانوا الامريكان راضين ويا الايرانيين، متراضين الامور زينه، فماكو استهداف.